بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. حبيت نبدأ ونوريكم البنات الأشياء الأساسية اللي بديت فيها في اليوم الأول تاع رمضان. هنايا البنات خديت فلفل إدريس، دونك درتو في الرحاية هذيك ودرتو غبرة، ولوطخ كوتي قسمتو اون دو. هنايا خديت باش ندير له ريسة، غليتو في الماء، زدت عليه زوج فسيسات تاع الثوم، نزيد الملح، نزيد زيت الزيتون، واحد 5 مغارف تاع الماء اللي طيبت فيه الفلفل هذاك. نحب نوريكم كيفاش ديروا الهريسه تاع رمضان اللي تكون في الطاوله تاعنا الجزائريه. دونك من بعد نبلعها بالبلنده ونديرها ونميكسيها، حاجه سهله، ولا ديروها بلا مولينكس هذه. دونك قسمتو اون دو، نص درتو غبره ونص درتو هكذا. دونك دوكا نديرو انا في الميكسر ونميكسيه، ومن بعد هاولي كيفاش يجي لا تيكستور نتاعو، يجي كومي بات، تجي الهريسه حاره. انا نديرها للاطباق ونديروها في الماكله فريمون بنينه. دونك خداتني الكاس تاع زيت الزيتون، ولا ما عندكش ديري زيت نباتيه هاوليك فوالا، وديري الماء اللي تغليه، باسكو تاخدي الفلفل الدريس تغليه لمده 10 دقائق في الماء، ومن بعد تنحي الماء هذاك، ما ترميش الماء هذاك وديريه. دونك هاوليك لا كونتيتي اللي جاتني. قلت لكم الاشياء اللي بديت فيها في تحضيرات رمضان لو برومي جور اللي دخلت فيه الكوزينه باش نحيو شويه الشغل والحوايج هادو تلقاهم يعني فريمون اي سون امبورطون. دونك ديري هذه لاريسه تاعك، ديريها دكوتي، ديريها في ديول، ديريها في لي صوص، ديريها كيما تحبوا. اللي ما ياكلوش الحار يدير برك شويه برك هكذا بوغ لو كو. دونك هنايا عندي دو كونتيتي، كوم درت بزاف هكذا البول هذا ما قدرش نخليه هكذا، نخاف يفسد لي. خديت الكاس جوتا، دونك نعمر وانا نسحق اونيكمون بالاره باسكو حاره بزاف. دونك قبل ما نجمعو ندير في البلاره شويه تاع زيت الزيتون، نعمر البلاره هذيك نخليها في فريجيدار نورمال، ومن بعد الاخر نديرو في فنجان جوتا ونجمعو في الكونجيلاتور. فوالا نعمر البلاره هذه. فوالا اللي بقى لي درته في الكاس، ندير عليه الورق ولا الفيلم اليمونتير ونديرو في الكونجيلاتور. كي نسحق نعمر بالغرفه بمغرف صغير، دونك هكذا نكون هانيه بوغ شهر رمضان. عندي لهريسه بيان سور، لهريسه تاع الدار وحدها مع الثوم جديد الزيت جديد تجي بنينه خير. دونك درت لها البابي كويسون، ومن بعد درت عليها الفيلم اليمونتير هكذا باش نحفظها في المجمد. قالتكم شحال تحبوا. دونك هذه ديريكتومون نديروها في فريجيدار. هذه بديت فيهم البرومي جو صباح، نوض درت الحوايج هادو. دونك خدتني نزيد عليها شويه تاع زيت الزيتون باش نحفظها لمده طويله. دونك هذه نديرها في فريجيدار. دونك هالاشياء هذه قلت لكم اساسيه فريمون تعاون بالبزاف. درت عليها مغرف ونغلق عليها، هذه ندير عليها لقطه ونخليها لا بودر كي نحب نديرين صوص ولا نحب ندير شويه حار. ومن بعد البنات جيت قشرت هاد الحوايج هادو فريمون بوغ موا سو امبورطون. غليت البيطراب بزروديه درتو في بلاره، البيطراب هذا غليتو قطعتو صغير. كي تحبي لا سلطه تعمري برك مغرف. دونك فوالا غليت اون بون كونتيتي تاع البيطراب، غليت زروديه، لا كولور تاع زروديه هادي هكذا خاطر غليتها مع البيطراب. ولا ما تحبوش تجيكم هكذا لا كولور، تشونجي لا كولور، ديروا كل واحد ديروا وحده. دونك كيف كيف زروديه تاني غليت درت اون بواط، ومن بعد جيت الفلفل شويه الفلفل الحار وحلو، شويه حر شويه حلو، قطعتو قشرتو درتو تاني في بلاره، ما درت له والو البنات، نحيت له برك زريعه والقشره. ومن بعد واش زدت تاني، خديت طوماطيش هاوليك، طوماطيش تاني ميكسيتها ولا رابوها، ما درت لها والو، نحيت لها برك القشره وميكسيتها، درتها تاني في بلاره تاع الدجاج. الثوم درته لكم ديجا في لي فيديو اللي فاتت تحضيرات رمضان، خديت داني بون كونتي تاع الثوم قشرتو ميكسيتها، ومن بعد درت عليها الملح شويه تاع السكر وزيت الزيتون، عمرت بلاره تاع الدجاج ودرتها دكوتي. هنايا البنات البصل، دونك كوم نستعملو بزاف البصل في رمضان، دونك هنايا خديت 5 حبات تاع البصل رحيتهم بالميكسور. كي ترحيهم البنات ما ديرهمش كوم يجي الماء، يجيو شويه وندير هكذا وقت هكذا شويه. قوم نستعملوا بزاف البصل. هذه الهريسه اللي وريتها لكم، درتها وريت لكم كي بدينا لا فيديو كيفاش جات، سورتو كي تخليها برك تقعد وتزيدي عليها زيت الزيتون تطلق فريمون واحد البنه وحدها. دونك درت بلاره، هذا الفلفل هذاك اللي وريت لكم كيف كيف درت له مغرف، هذا كي نحب نديرو في لي صوص اكسيتيرا انا ندخله في لي صوص.
هاوليك نخليه تاني ادكوتي، ومن بعد دوكا نوريكم البنات كيفاش تحافظوا على البيطره بهذاك وزرو ديال هذيك باش تقعدكم لمده طويله. دونك جبت الخل، جبت زيت الزيتون، وجبت الملح. دونك هادو الطوماطي شطو والبصل نديرهم برك لقطه ونديرهم في الفريجيدار، هادو يقعدوا لي لمده طويله. تورتو الثوم ينقص لكم بالك الزيت، ديروا عليه الزيت، زيت الزيتون ولا زيت نباتيه. البصل يقعد لي هكذا واحد 5 ايام 6 ايام شوي ترونكيل. الطوماطي شاني رابي ما درتها والو، نديرها لقطه، ديرهم في لارا تاع الدجاج شوي ترونكيل، ماشي شق فناخذ لارا ناخذ الميكسور سا برون دو طون. الفلفل هذا تاني ما نديرلوش طوماطيش، نديرلو برك لقطه نخليه تكوتي ابا، ولا حبيتي تشوي الطوماطيش ديريها تكوتي تاني. بقات لي دوكا زروديه مع البيطره، نوريكم كيفاش ديروهم يجيو اون ديريك مخلل وتحفظيه لمده طويله. ناخذ زوج فشيصه تاع الثوم نقطعهم نديرهم هنايا، ندير في زروديه وندير في البيطخاف ندير عليهم. فوالا خديت زوج، هنا ندير الزروديه سورتو الثوم جديد. دونك ندير عليهم البنات الملح، نص مغرف تاع الملح، كيف كيف في البيطره تاني نديرو الملح، نخلطو ومن بعد نجيب ندير الخل. ندير بخاسك الكاس تاع الخل، ولا ما تحبي تنقصو ديري نص الكاس. دونك كيف كيف زرديه تاني ندير لها ونكمل الباقي بزيت الزيتون، ولا حبيتو زيت الزيتون ولا زيت نباتيه. انا كملت بزيت الزيتون. دونك انا هادو نديرهم في الفريجيدار، فوالا ندير عليهم زيت الزيتون. كيف كيف زرديه نديرها لا ميم شوز، نخلطهم ندخل لي زاروم هذوك مليح. فوالا كيفاش يجي، كيف كيف درت لها ثاني ندير عليهم لاطا البنات ونجمعهم في الفريجيدار. دونك هادو بديت بهم، كي نجي برك ندير لا سلاد نتاعي نرفد من البيتخاف نرفد الزروديه ومن بعد ندير لي فاي، ندير البيض هذاك حاجه ثانيه، حاجه سي اون بلوس تسوقيها كما تحبوا، باسكو انا الحوايج هادو فريمون ياخذوا لي الوقت. دونك هذه التحضيرات درتها الصباح لو برومي جور، هذه ندير عليها برك لقطه نخليها تكوتي. كي نحب ندير اون صوص ولا ناخذها هكذا شويه ونديرو في الداخل. مي البنات الفلفل هذا قلت لكم حار، اللي يحب ما ينقص له ما يجيش حار مليح ينحي له الزريعه هذيك، باسكو انا ندير برك شويه برك ما نديرش بزاف، جوست بور لو كو باش يجي بنين البنات. ومن بعد الحاجه الثانيه اللي جيت البنات، جيت لافيسيل تاعي، باسكو انايا ما نغسلش طول طون لي زاسيات في لافيسيل، ماشي ناسيات وحده نديرها في لافيسيل، جينيرالمون نستعملو بزاف هكذايا كي يكون حاجه زياده ولا. دونك خديت هنايا لومبوط لي يجي في لافيسيل هذا نديرلو الملح، صافي لونطو ما درتوش الملح. الملح هذا البنات تشروه سبيسيال، ملح تجديد سبيسيال تاع الغساله، ماشي الملح اللي ناكل اللي ناكلو به. دونك في 1 كيلو كاين 1 كيلو، دونك ندير النص 500 غرام، دونك ندير 500 غرام هنايا، هاولي كيفاش داير الملح هذا. دونك ناخذ اللمبوط هذاك نديرو هنايا، والملح هذا البنات ديرو اون فوا في 6 شهور، ماشي طول طون ديرو الملح. دونك نسقمها، نعمر لافيسيل ديالي، تشروه هذاك لي يبيع لي ليكيد اكسيتيرا الحوايج تاع الاواني تلقاوهم. فوالا فوالا قلت لكم الملح هذا سبيسيال. دونك نحي اللمبوط هذا، باسكو اللمبوط هذا يجي في لافيسيل هذاك، ماشي يعني اللمبوط وحده. نغلق عليها ومن بعد جيت نزيد الحوايج اخرين. انا البنات وين نديروا لاباستي هذاك الصابون هذاك لا ستون باستي، دوك نوريها لكم. نروح نزيد ليكيد غانساج، تحلي هكذا تلقاي ان بوشون هناك، دونك تجي وديري له ليكيد ثاني تشريه وين كاين هادو، هذا ليكيد غانساج باش يجيو يبريو مليح. على بالكم بلي كرم البروبليم تاعنا نسا في رمضان سي لافيسيل، لافيسيل نوسخو بالبزاف ومن بعد كي ناكلو ما نحبوش نديرو نغسلو الاواني. دونك هادي فريمون تسلك في رمضان. دونك ترقلي هذاك ديريه زوج ولا دوي دمي ولا طروا كيما تحبي ديري. انا لافيسيل هذا 14 ديكوفير 14 تاع لي زاسيات. دونك انا ندير له اون مارش لا مارش كيف نديرو نمشيه العشاء. دونك نحيت الكرياج هنا،
انا نديرو اون مارش في الليل باش لوندومان تلقاي لابيسيل نتاعك اونتاكت، دونك ما نمسحهاش ميم با. دونك فوالا، هادو سي لي باني، هادو كوين نديرو المغرف لي كوطو فوالا. دونك بديت الحوايج هادو سون تري تري امبورطون. هادي سي لا باستيل نستعملها، نديرها على فونس باش الى عشا كي نيتواي برك. هنا نقول لولادي يديروا لي زاسيات نتاعهم هنا ونديرها اون مارش. ان شاء الله برك تعجبكم التحضيرات هذه، معني نقول لكم الا على بروشان فيديو ان شاء الله تستفدوا بالحاجات الاساسيه هذه، معني نقول لكم الا على بروشان فيديو. ميرسي، اونفوار.